عليهم اللي أكثر من 80 واحد ممن استخدموا السلاح بالفعل أمس، ولا ما لا يقل عن 40 آخرين تكلموا هم عنهم وعن ارتباطاتهم بهم. ممكن يكون بيتقال هو كلام على طول بيتقال كلام وخلاص، ممكن يكون بيتقال عشان اللي احنا فيه، عشان 30/6 نوقع المواعيد، عشان 30/6 ولا قايله فعلا بجد ان هو الكلام هيقوله وهيعمله. ما هو كله بيقول كلام، كله بيقول كلام، كله بيقول كلام. طب ما قال على اي حاجه، طب كل كلام من اول يقول لك التقنيه صاحيه وعادي ننام وبتعمل الكلام ده، ولا تفادنا باي حاجه. دي كراهية الشعب اللي يقول. طب ايه اللي انت استخلصته من الخطاب؟ ولا حاجة. طلب انتهاء من الناس، المفروض يتحكم في الناس، انتهى من الناس كده في بتاعها. هو مش فاهم حاجة في الدنيا خالص. بتكتب له الخطابات بتاعته قوي، قال راجل مش فاهم. قول أميز بين كل أنواع المعارضة التي ذكرتها وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه. كلام كويس، بس احنا يعني زي ما هو قال على نفس الكلام اللي احنا شبعنا كلام، احنا عايزين رد فعل على الواقع. اتمنى الكلام اللي اتقال يتحقق، واتمنى ان مفيش اي مصادمات تحصل بين حركة التمرد او الاخوان، لان اللي هنا او هنا مصريين. يعني جه بعد الفرق الاول المفروض يسبب فيه، بس طبعا جه متاخر او هو الكلام ما بيعملش حاجه ولا ينفذ حاجه من اللي قاله. طب ايه اللي انت استخلصته من الخطاب بالظبط؟ والله العظيم قلت احمد شفيق الفلوس اللي خدها وقاعد بره وكده. طب ما يجيب الفلوس لو كان احمد شفيق ماشي بقى البلد. رايي ان هو كان بيحاول ان هو يمتص غضب الناس المتزايد. هل نجح في ده؟ الى حد ما مع طبقات ذات التعليم المحدود، يعني مش مع الطبقات اللي عندها تعليم عالي شويه، مع الناس البسطاء يعني نجح. طب بناء وعرف الشعب المصري على كل الحقيقة، والرئيس ده صراحة نصبر عليه شوية هيعمر بلدنا والله.